طائرات المسيرة الإيرانية زلزلت العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأوكرانية منذ ليلة يوم أمس حتى صباح هذا اليوم. هذه الضربات هي جاءت على ثلاثة مناطق رئيسية موجودة في أوكرانيا. نتحدث وكما تحدثنا على العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك على أوديسا وأيضا على ميكولايف والتفاصيل التي نشرتها أوكرانيا حول طبيعة هذه الطائرات المسيرة بأنها انطلقت من المناطق الجنوبية، أي بما معنى بأن شبه جزيرة القرم هي المرشح الأولى والمنطقة الأولى طبعا والمرشح الأول بأن الطائرات انطلقت منها بهذا الشكل. وكذلك علينا أن لا ننسى بأن المناطق التي تأتي بعد شبه جزيرة القرم حتى خيرسون هي مسيطر عليها من قبل القوات الروسية تقريبا بهذا الاتجاه، وعلى هذا الأساس من الممكن لهذه الطائرات أن تكون أيضا قد انطلقت من هذه المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية. كانت هنالك لقطات قد انتشرت لهذه الضربات العنيفة التي جاءت على الأقل على العاصمة الأوكرانية كييف صباح هذا اليوم. عندما تلاحظ طبيعة هذه الضربات التي جاءت بالطائرات المسيرة الإيرانية تحديدا ستلاحظ أن الدمار لم يكن طبيعيا أبدا. الضربات كانت دقيقة، كانت هنالك السرعة، كان هنالك هلعا كما تلاحظون بهذا الشكل للصحفيين للناس الموجودين في هذه العاصمة، وبالتالي تعطلت العاصمة، دخلت في مرحلة انذار كبير. وأيضا الأوكرانيين كانوا قد صرحوا في حقيقة الأمر بأنهم تصدوا لعدد من هذه الطائرات منذ ليلة يوم أمس، تصدوا لما يقارب 85% بحسب التصاريح أو التصريحات الأوكرانية. 85% من هذه الطائرات تمكنوا من صدها، ولكن لاحظ عندما تضرب هذه الطائرات تؤذي، هي طائرات قادرة على القيام بالكثير من المهام، وهي ظهرت بهذا الشكل الواضح، واضحة هذه الطائرات تماما بهذا الشكل الذي ترونه. ولكن المثير بأن إيران بعد هذه الاتهامات، بعد كلام الأوكرانيين عن أن الطائرات المسيرة هي طائرات إيرانية التي استخدمت وهي واضحة، إلا أن الإيرانيين نفوا هذا الأمر ونفوا أساسا فكرة إرسال أي أسلحة إلى روسيا. وعلى سبيل المثال موقع نور نيوز المعروف المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني نفى بهذا الشكل الذي ترونه إرسال أي أسلحة من إيران لروسيا للدخول في هذه الحرب الأوكرانية. المشكلة بأن كانت هنالك لقطات هذا اليوم واضحة للطائرات المسيرة التي استخدمت في هذه الضربات. كما تلاحظون وكالة الصحافة الفرنسية نشرت صور دقيقة لهذه الطائرات المسيرة بهذا الشكل، هذه قد تكون أدق صورة لهذه الطائرة، وهي على ما يبدو بأنها تعرضت إلى عدد من الضربات وهي تستهدف إحدى المواقع الموجودة في العاصمة الأوكرانية كييف. عندما ترى هذه الصورة وترى صور طائرة شاهد 136 المفخخة الإيرانية التي استعرضتها إيران العام الماضي بهذا الشكل، ستلاحظ تطابق تام بين هذه الطائرات، ليس هنالك فرقا واحدا. وطبعا هي تحلق بهذا الشكل وطارت بهذا الشكل العام الماضي في استعراض هذه الطائرة المهمة الدقيقة في ضرباتها والتي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، تعطي إمكانية كبيرة جدا لروسيا للقيام بالكثير من المهام والعمليات. بل إن ما جرى اليوم هنالك تخوف وهنالك شكوك بأن الإيرانيين هم من أشرفوا على هذه العمليات التي جاءت بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، خاصة وأن كان هنالك تقريرا استخباريا نشر يوم أمس من الواشنطن بوست الأمريكية أكد الآتي عن طريق مسؤولين مطلعين، قالوا أن مستشارين فنيين إيرانيين زاروا المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الأسابيع الأخيرة لتقديم تعليمات بشأن تشغيل الطائرات المسيرة التي تسيطر عليها روسيا، أي بما معنى أنها في الداخل الأوكراني بحسب الوصف الذي نشرته الواشنطن بوست، وهذا قد يعني بأنهم أداروا هذه العملية بشكل مباشر. طبعا المهم في هذه المسألة والمهم بهذه الضربات بأن من أشلاء الطائرات المسيرة التي ضربت العاصمة الأوكرانية كييف وحتى مدينة ميكولايف وحتى أوديسا وجدوا في هذه الأشلاء عبارة مثيرة للغاية. كما تلاحظون أحد الصحفيين وجنود أوكرانيين موجودين في العاصمة الأوكرانية كييف يحملون هذه القطعة أو جزء من القطع للطائرات المسيرة التي هاجمت العاصمة. عندما نقترب منها فهي بصريحة العبارة تعني من أجل بيلغورد، هذا الثأر من أجل بيلغورد. ما هي بيلغورد؟ بيلغورد هذه هي مدينة أساسا موجودة في الداخل الروسي، مدينة روسية تقع على الحدود مع أوكرانيا بهذا الاتجاه، وهي لا تبعد عن خاركيف إلا 71
كيلومترا. ما الذي جرى لهذه المدينة ولماذا تبدو أن هذه الطائرات تنتقل لهذه المدينة؟ هذه المدينة تعرضت إلى ضربات عنيفة للغاية في 72 ساعة الماضية من قبل الأوكرانيين. الأوكرانيين لم يصرحوا بشكل رسمي، ولكن هذه الاتهامات الروسية الحاضرة على هذه المسألة. الضربات التي جاءت يوم أمس كانت ضربات صاروخية كبيرة ضربت هذه المدينة. حاكم بلغورد قال بأن كان هنالك 16 انفجارا قد طال هذه المدينة، ضربت المطار، ضربت السكك الحديدية، ضربت عددا من النقاط. وأكد حاكم طبعا بلغورد أن هنالك مدنيين قد جرحوا جراء هذه الضربات، وهذه جزء من اللقطات التي نشرت من طبيعة هذه الصواريخ التي ضربت مثلا مطار بلغورد بهذه الطريقة. وكذلك لاحظ المساحة الكبيرة جدا التي تأخذها من الأرض هذه الصواريخ عندما تضرب، صواريخ ليست عادية أبدا وأثرت كثيرا بمدينة بلغورد. بل بالإضافة إلى ذلك بأن قبلها بساعات كانت هنالك عملية مثيرة وخطيرة للغاية جرت في إحدى المعسكرات الموجودة في مدينة بلغورد. هذه المعسكر وهذا المعسكر تحديدا هو كان مهيئ من أجل التعبئة الجزئية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبئة من أجل أن يكون هنالك تطوعا من الجنود الروس الذين يمتلكون خبرة في الحروب أن يتطوعوا، أن يتدربوا، يستفادوا طبعا من خبراتهم ويدخلوا في المعركة الأوكرانية التي نتحدث عنها. ما جرى في هذا المعسكر تحديدا بأن كان هنالك جنودا يتدربون في إحدى المعسكرات في هذه المدينة، وفجأة شخصان دخلوا على هذا المعسكر وقاموا بإطلاق النار على الجنود وهم يتدربون أو المتطوعين في حقيقة الأمر الروس، وأدى هذا الأمر إلى مقتل 11 جنديا روسيا بالإضافة إلى جرح 15 جنديا روسيا آخرا، البعض منهم حقيقة في ظروف صعبة للغاية، وحتى هذه اللحظة لم يمت أحدا منهم. ما هو رسمي مذكور، ولكن الأيام القادمة قد توضح بأن هنالك قتلى آخرين من الجنود الروس ممن قتلوا بهذه العملية. وكانت هنالك صور مروعة لطبيعة ما جرى من هذا المعسكر. عندما نلقي نظرة على هذا المعسكر، هذا هو المعسكر، هذه هي طبعا هؤلاء هم القتلى الذين ترونهم بهذا الاتجاه، وهم طبعا الجثث مغطاة بهذه الطريقة كما تلاحظون، ولكن المناظر كانت مروعة لطبيعة ما جرى فعلا. ودعونا الآن نتعرف على هذا المعسكر، أين هو بالضبط، أين هو من بلغورد، وكيف أن هذه المنطقة تعتبر في العمق الروسي في حقيقة الأمر. دعونا نركز على نقطتين مهمتين قد تدلنا على تواجد هذا الموقع تحديدا في بلغورد، لنلقي نظرة على هذه المنطقة ولنلقي نظرة على هذه النقطة. هاتين النقطتين هي كافية لإعطائنا أين تتواجد هذه المنطقة. وكما نلاحظ هنا بهذا الشكل الذي ترونه، هذه الأرضية هي باللون الأبيض، وهنالك وكأنه صندوق خشبي أو موقع خشبي للتدريب يتواجد كمرتفع هنا في هذه النقطة. كذلك لنذهب إلى النقطة الأخرى التي لاحظناها ونحن نقرب عليها، هي منطقة تبدو وكأنها تستخدم للرمي، هي تبدو بهذا الشكل المميز. وأيضا هنالك أيضا ثلاث نقاط كما تلاحظون مميزة، وأيضا يجب أن ننتبه أن أشعة الشمس تأتي بهذا الشكل خاصة وأن الظل واضح جدا، هذا يساعد كثيرا في معرفة الموقع. هنالك ظل من الممكن أن نستفد منه طبعا في صور قد تكون وقد تعود إلى تاريخ معين لنتعرف على هذا الموقع. على هذا الأساس نحن أمام نقاط واضحة، تعرفنا على هاتين النقطتين الآن، ونحن أمام مساحة واسعة، ونحن أمام مرتفعات أيضا، ونحن أمام أيضا هذه المنطقة المرتفعة للتدريب التي من المفترض أن تكون واضحة بالنسبة إلينا. إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي الآن، هذه هي أوكرانيا التي تلاحظونها، ودعونا نتوجه إلى مدينة بلغورد الآن لنتعرف على هذا الموقع تحديدا وهذه الحادثة الكبيرة هنا بلغورد. لنتجه بهذا الاتجاه إلى الشرق إلى مدينة يطلق عليها مدينة سولوتي، هذه هي مدينة سولوتي التي تلاحظونها. إلى شمال شرقها يأتي وتأتي مساحة وكأنها معسكر للتدريب. لنتجه إلى اليمين قليلا الآن لكي نتعرف على هذه العلامات التي أشرنا إليها بشكل واضح، ليس هنالك شيء واضح، لنأخذ صورة واضحة من هذا الموقع لنتعرف عليها. ودعونا الآن نذهب إلى هذه النقطة أولا ثم ننتقل إلى هذه المنطقة. الآن بالتوجه إلى هذه النقطة سنلاحظ بأنها متطابقة، الأرضية بيضاء، هنالك على ما يبدو صندوقا بهذا الشكل طبعا الخشبي. وبعدها عندما نتجه إلى النقطة الأخرى الآن سنلاحظ بأننا هي غير واضحة فعلا هذه النقطة،
لا نستطيع التأكيد عنها، ولكن نستطيع التأكيد من خلال الظل كما تحدثنا من أشعة الشمس لهذا الموقع. واضح جدا من الظل الأمور متطابقة تماما لهذا الموقع. هنا كما تلاحظون كل شيء متطابق من الظل، ويوضح بأننا أمام تأكيد هاتين النقطتين للموقع الذي ذكرناه على هذا الأساس. دعونا نعود الآن من هذه المنطقة لكي نتأكد الآن من طبيعة اللمسات الأخيرة لهذا المعسكر الذي جاء به هذا الحادث الخطير في بيلغورد، وبالتالي نحن أمام تطابق لهذه العلامة وهذه العلامة، ونحن أمام هذه المنطقة المرتفعة، وطبعا المساحات موجودة وهذه كلها مرتفعات. وعلى هذا الأساس فعلا القتلى الروس، الجنود الروس جاءوا بهذه المنطقة، وهذا طبعا وهذه العملية التي جاءت بهذا الشكل هي تفسر لماذا رأينا وهذه العبارة الموجودة على الطائرة المسيرة، طائرات المسيرة من شاهد 136 الإيرانية، أنها وضعت من أجل بيلغورد، وانتقاما لهذه العمليات التي جاءت على بيلغورد. بل بالإضافة إلى ذلك أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، هنالك أيضا عملية غامضة قد طالت أحد الضباط المهمين الذين يعملون على مسألة التعبئة الجزئية في الداخل الروسي. هو يجند الروس من أجل القتال في أوكرانيا، ويلعب دورا كبيرا في التعبئة الجزئية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هنا نتحدث عن رومان مالك، هذا الرجل في شرق روسيا فجأة وجدوه وهو مشنوقا في حقيقة الأمر. هو قالت التقارير الروسية بأنه شنق نفسه وانتحر، ولكن The Times البريطانية اليوم تحدثت بأن الرجل هنالك غموض على هذه المسألة، هنالك شكوك بأن الرجل قد انتحر فعلا كما تتحدث روسيا، خاصة وأن عائلة هذا الرجل رفضت تماما مسألة انتحاره، بل إنها قالت بأنه كان في صحة جيدة وفي معنويات عالية، ولا يمكن له أن يفكر بمسألة الانتحار، خاصة وأنهم على اتصال وعلى تواصل معه. لذلك عائلة هذا الرجل ترفض هذه المسألة، وذا تايمز البريطانية بالتأكيد هي لا تتحدث من فراغ. على هذا الأساس الواضح جدا بأننا أمام العديد من الأمور التي تأتي في العمق الروسي. تحدثنا عن ضربات على بيلغورد، 16 انفجارا مع جرحى وغيرها جاءت من الداخل الأوكراني بحسب الاتهامات الروسية، وأيضا ضرب إحدى المعسكرات الموجودة في داخل بيلغورد أدت إلى مقتل كما تحدثنا 11 جنديا روسيا و15 جريح. بالإضافة إلى هذا الرجل الضابط وهو رومان مالك الذي طبعا وجدوه وهو مشنوقا إلى شرق روسيا. بالإضافة إلى ذلك بأننا أمام مسألة جاءت كبيرة يجب علينا أن لا ننساها، قبل أيام قليلة من هذه العمليات التي ذكرناها كانت هنالك ضربة كبيرة طالت جسر كيرش، جسر شبه جزيرة القرم الذي يأتي في مضيق كيرش المهم من بحر آزوف. هو ضرب ضربة كبيرة لم يدمر نعم، ولكن وكالة رويترز اليوم نشرت تقريرا مثيرا للغاية تقول بأن روسيا تعاني في مسألة الإمدادات اللوجستية عبر هذا الجسر بسبب الأضرار، الإمدادات اللوجستية العسكرية غير قادرة على العبور من هذا الجسر رغم أنه لم يدمر بالكامل، وبالتالي هنالك مشكلة في شبه جزيرة القرم من طبيعة الإمدادات العسكرية. على هذا الأساس وكالة رويترز أكدت اليوم أن هنالك الإمدادات بالنسبة لروسيا حتى يتم إصلاح هذا الجسر، فإنهم بدأوا ينقلون بهذا الاتجاه الإمدادات اللوجستية عبر المدينة المهمة مدينة ماريوبول التي شهدت الكثير من المعارك كما نتذكر حتى مرحلة إصلاح هذا الجسر. وبالتالي كما نلاحظ بأن الأمور تغيرت، هنالك ضربات في العمق الروسي، وهذه قد تكون ردا طبيعيا من الأوكرانيين على الروس، خاصة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما نعلم قبل كل هذه العمليات كان قد أعلن ضم خيرسون وضم زاباروجيا ولوغانسك ودانييتسك أي إقليم دونباس بالكامل إلى روسيا بعد عملية استفتاء قام بها لبضعة أيام، وأعلنوا هذه النتائج واحتفلوا وكأنه انتصار. وبالتالي واضح بأن أوكرانيا تريد أن تعاقب روسيا، أن تستغل كل المساعدات التي تمتلكها وتنقل المعركة إلى الداخل. هنالك مشكلة روسيا تعانيها في حقيقة الأمر، ألا وهي المعلومات البريطانية تتحدث بأنهم لديهم مشكلة في الذخائر، لديهم نقص في الذخائر، لديهم نقص في الأسلحة، وهذه جاءت بمعلومة تحدث عنها هذا الرجل وهو رئيس دائرة الاتصالات الحكومية البريطانية وهو السير جيريمي فليمينغ. تحدث قبل 6 أيام قال روسيا تعاني من نقص في الذخائر، قد تكون إحدى الدلائل المهمة الواضحة الآن أمامنا هي الطائرات المسيرة الإيرانية التي ظهرت وهي تقوم بكل العمليات التي نتحدث عنها. بل أيضا هنالك دليل آخر على هذه المسألة التي تحدث عنها، ألا وهو التقرير الذي نشر من الواشنطن بوست
يوم أمس كما تلاحظون، والذي تحدث بأن إيران تستعد لإرسال الصواريخ البالستية والصواريخ البالستية الخاصة بها إلى الداخل الروسي لكي تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني. وتحدث هذا التقرير عن صاروخين بالستيين هي من الصواريخ المهمة طبعا بالنسبة لإيران، نتحدث هنا عن فاتح 110 وعن صاروخ ذو الفقار. وهذه المعلومات والتفاصيل التي نشرتها الواشنطن بوست هي لم تنفرد بها، هي معلومات استخبارية طبعا، ولكن هي ليست الوحيدة التي تحدثت عن هذه المسألة. ففي حقيقة الأمر قبل 7 أيام كان هنالك تقريرا قد نشر من إحدى الوكالات الحكومية الإيرانية باللغة الفرنسية بهذا الشكل، تحدثت في إحدى النقاط وإحدى المقاطع الخاصة بها بأن إيران قامت بتزويد روسيا بصواريخ خيبر شيغن التي ترونها بهذا الشكل والتي استعرضتها إيران مؤخرا، وبأن روسيا استخدمتها ضد إحدى المخازن ومخازن الأسلحة الموجودة في مدينة ميكولايف في أوكرانيا. وخبراء كثيرين تحدثوا عن هذه المسألة عن خيبر شيغن بأن إيران قامت بتزويد هذه الصواريخ إلى روسيا، ولكن هنالك شكوك عن هذه المسألة. الأمور قبل 7 أيام كان فيها شكوك كثيرة، هل فعلا تم هذا الأمر أم لم يتم؟ لكن كانت هنالك تقارير، وهذا ما جعل مواقع مهمة جدا ومصادر مثل ذا درايف أن تسأل هل فعلا وهل من الممكن للصواريخ بعيدة المدى مثل الصواريخ هذه التي نتحدث عنها الصواريخ البالستية أن تمتلكها روسيا من أجل مهاجمة أوكرانيا. ونشروا جدولا لطبيعة الصواريخ من بعد يوم واحد من هذا التقرير الذي طبعا نشر والذي اهتموا به اهتموا به الخبراء من البريس تي في الإيرانية، ونشروا كل الصواريخ البالستية التي ممكن أن تستخدمها أو ترسلها إيران إلى روسيا لاستخدامها. والمثير أن الواشنطن بوست تحدثت كما تحدثنا الآن، تحدثت عن فاتح 110 هذا الصاروخ البالستي المهم، وكذلك صاروخ ذو الفقار. وكما نلاحظ أن فاتح 110 لديه مدى بحسب ذا درايف 300 كيلومتر، وذو الفقار يصل مداه طبعا إلى 700 كيلومترا. ما الذي يعني هذا؟ إذا ما روسيا تمكنت الآن وفي الفترة القادمة ان تمكنت من الحصول على هذا الصاروخ فعلا، يعني هذا الصاروخ إذا ما تحدثنا عن ذو الفقار على سبيل المثال فهو يستطيع الانطلاق من هذه المنطقة بحسب القياسات للجوجل إيرث يصل حتى العاصمة الأوكرانية كييف إلى ما يقارب 712 كيلومترا من هذه المنطقة. طبعا روسيا ممكن أن تستغل المساحات الموجودة هنا لكي تضرب العاصمة، ممكن أن ترسلها أيضا إلى بيلاروسيا كما تحدثت التقارير الأخيرة عن إرسال طائرات مسيرة إلى بيلاروسيا من طائرات شاهد 136 المفخخة التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، بأن بيلاروسيا استلمتها بحسب التقارير الأخيرة، وبالتالي ممكن تسليم هذه الصواريخ البالستية هنا لبيلاروسيا، وأنها لن تكون بهذا الأمر وعلى هذا الأساس لن تكون ضاغطة على العاصمة أو على المدن الأوكرانية الموجودة بهذه الاتجاهات، بل أيضا ستشكل ضغطا كبيرا على أوروبا، وقد يعني تطورا كبيرا على أوروبا، خاصة وأن بيلاروسيا تقوم بالعديد من التحركات الخطيرة التي يراقبها الغرب على المستوى العسكري بعد إعلان بيلاروسيا بأنها شكلت قوة إقليمية عسكرية مع روسيا. قد تعني هذه التفاصيل الكثير والكثير، ولكن السؤال الأهم كيف ستنعكس هذه التفاصيل التي ذكرناها اليوم على إيران بشكل عام، وهل ستكون هنالك عقوبات، هل سيكون هنالك ضغطا، أم أن كل كيس وكل قضية منفصلة عن الأخرى؟